تعليق على الموضوع، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول مدير مركز أبعاد للدراسات الاستراتيجية الأستاذ عمار تباب. أهلا بكم أستاذ عمار إلى هذه الجولة الإخبارية. جيش الإسلام صرح وقال بأنه لن يخرج من الغوطة وبأنه باق، هل هي تفاهمات أم كيف تراها؟ والله يعني أنا أرى أن هناك عبثية في تصريحات جيش الإسلام للأسف. يعني كان يؤسفنا أن تصل الغوطة إلى ما وصلت إليه، وأن الناس في محيط دمشق إلى ما وصلوا إليه من عمليات تهجير يمارسها النظام ليل نهار لإجراء عمليات تغيير ديموغرافي في المنطقة حول العاصمة دمشق. ولكن اليوم السجالات التي دخلت بها أطراف المعارضة من فيلق الرحمن إضافة إلى جيش الإسلام هي يعني سجالات عقيمة، ويعني تظهر الجانب الثوري في وجه صريح للأسف. يعني فيلق الرحمن يتحدث عن عمليات خيانة قام بها جيش الإسلام، وجيش الإسلام اليوم يقول أن من خرج من الغوطة هم الخائنون وهم الذين هادنوا النظام. لا، الذي خرج هو من أجبره النظام ومن أرغمته آلة القتل على إخلاء منازله لإحداث عمليات. يعني جيش الإسلام بقي وحده الآن في دوما أو في الغوطة بشكل عام، هل جيش الإسلام قادر اليوم على مجابهة جيش النظام أو الميليشيات الموجودة في سوريا، الميليشيات الإيرانية أو حتى الطيران الروسي في دوما، أم أن هناك تفاهمات بين جيش الإسلام والأطراف الأخرى في للبقاء في دوما؟ بالتأكيد لا، جيش الإسلام غير قادر على البقاء في هذه المنطقة كقوة قائمة فيها. يعني اليوم أنتم في تقريركم تحدثتم عن عمليات إخلاء للمدنيين من الجبهات الشمالية في دوما. يعني ما الفائدة من بقاء عدة مسلحين حتى ولو كانوا هم الثورة مع إخلاء المدنيين؟ يعني بالأساس عندما ظهر جانب التسليح في الثورة ظهر لحماية المدنيين، فما الفائدة من بقاء المسلحين وزوال المدنيين؟ يعني هذه عبثية في التصريحات وعبثية في التعاطي صراحة. أيضا يعني غير قادر جيش الإسلام على فرض سلطة مدنية داخل المدينة. اليوم دوما هي جيب محاصر تماما. يعني دوما منطقة صغيرة، لا يمكن أن يقدم لها خدمات، لا يمكن أن يقدم لها أدوية، لا يمكن أن يقدم لها أي شيء. اليوم نحن نريد فقط في جوانب دمشق بصراحة لم يعد يهمنا الوجود العسكري بقدر ما يهمنا بقاء الناس الأصليين في منازلهم وقراهم وبيوتهم. نحن نريد أن نحافظ على جذورنا في تلك الأرض. نحن لم نخرج من سوريا، ولم يخرج هؤلاء ولم يخرجوا سواء من سوريا أو من سوريا إلى سوريا. لكن يعني تعنت بعض الفصائل هذا الأمر لن يحقق الغاية التي تقول عليها أستاذ عمار. من أجل ذلك انسحاب المقاتلين هو المبتغى بكل صراحة. يعني لا جدوى من عمليات الصمود. يعني أي جيش الإسلام أريد أن أتحدث عنه إذا كان جيش الإسلام يريد أن يخلي المدنيين قبل أن يخرج هو، لا، جيش الإسلام يجب أن يضحي بنفسه من أجل بقاء المدنيين في قراهم ومناطقهم. يعني اليوم جيش الإسلام إما أن يجد أسلوب معين يتفاوض فيه مع الروس، وهو على علاقات طيبة مع الروس. يعني محمد علوش باعتباره رئيس الهيئة السياسية في جيش الإسلام والناطق السياسي باسمه، هو الأول الذي تعامل مع الروس في مؤتمر الأستانة، وهو كان رئيس وفد الأستانة، ومن تعامل وله اليد الطولة في الأستانة عند في اتفاق خفض التصعيد. لذلك يستطيع فتح منافذ مع الروس. ولكن أنا أظن أن السجالات العبثية التي تحدثنا عنها في أول الحديث هي التي تقود جيش الإسلام ليتحدث بهذه المخاطرات، ليتحدث أن من خرج من الغوطة هم خائنون ومن خانوا الغوطة. لا 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 أرى أي فصيل أنا بوجهة نظري خان الغوطة. النظام هو من خان الشعب السوري، هو من يرغم الناس على الخروج، وهو من يعمل آلة القتل. يعني 20 يوم أو تزيد يعني كان يستمر فيها النظام بقصف عنيف جدا. يعني أقل توصيف لهذه الأيام التي مرت بها الغوطة كانوا يتحدثون عن قيامة داخل دمشق. يعني لم يعرفوا بأي تعبير يتحدثون إلا مشاهد يوم القيامة. أصبحوا يتحدثون إذا الشمس كورت. يعني أصبحوا يشاهدون أمور لم تراها عين بشري قط. نعم أستاذ عمار تبا مدير مركز أبعاد للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.